احنا معانا دلوقتي الدكتور عمرو حسن سفير التنميه العربيه. دكتور عمرو مساء الخير. مساء النور، ازيك اخبارك؟ ازيك يا دكتورنا؟ الحمد لله والله. عامل ايه؟ انا كويس، والمؤتمر مخليني حقيقه مبسوط. يمكن اقول مصر كلها مبسوطه من امبارح، ان انت من زمان ما شفناش ان احنا بتنظم حاجه بالقوه وبالحلاوه دي. يمكن الناس دايما كانوا مشككين، وناس كانت خايفه، وطب المؤتمر هينعقد ولا مش هينعقد؟ فهو المؤتمر منعقد في ظل كان ناس كتير كانت بتشكك، بس انا شايف ان هي صوره مبهره ومشرفه جدا عن مصر، وهي دي مصر دايما اللي احنا بنتمناها، ومصر دي دايما اللي في خاطرنا ان هي تبقى بالقوه ودي. بس خليني دايما اقول لك ان المؤتمر ده بيفرض علينا ان الناس لازم تشتغل اكتر، ولازم ان احنا ما نضيعش وقت. يعني انت نفس اليوم اللي يخلص فيه المؤتمر، الناس لازم خلاص نحاول ننسى اللعب، نركز اكتر على الشغل، ما نضيعش وقت. الناس اللي جايه لك بفلوسهم يستثمروا عندك في البلد، لو حسوا ان انت بتضيع وقت او ان انت مكسل محدش هيجيلك. يعني ممكن حد هيجاملك مره، البلاد الصديقه ليك هيجاملوك، هيحاولوا يكونوا عندك، بس لو ما حسوش ان الشعب ده عاوز ان هو يشتغل بجد. احنا محتاجين ثوره في الشغل، محتاجين ان احنا ده الحقيقي ان احنا نركز فيه. مظبوط. نفسي منظر الناس اللي في القهاوي دي ما اشوفهاش، نفسي الناس تبقى صبح وليل نبقى في الشغل، نحاول ما نضيعش وقت. خلاص بقى ما عادش ما عليناش حجه بعد كده، يعني ما عندكش رفاهيه. انا زي ما بقول انت، يعني احنا في ظروف ما عندناش رفاهيه تضيع وقت، ما عندناش رفاهيه ان احنا نلعب. انت مجبر انك لازم تشتغل، هي انت في حرب وجود، فلازم انك تثبت نفسك وما نضيعش وقت. ان خلاص ما بقاش عندك حجه، عندك فلوس وعندك مليارات، لازم الكلام ده نستثمرهم. فرص العمل هتبقى كتير، بس ما عندناش. متابع ردود الافعال على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر؟ المتابع طبعا، الناس سعيده جدا، واللي عاجبني ان الناس كتير ما كانتش متوقعه انه هيطلع بالقوه. دي حقيقة. وطبعا كلمه الرئيس، احنا بدانا نعمل شغل في المستخبي، يعني بدانا نشوف حاجات نتفاجئ بيها. تغيير الوزاري اللي قبل المؤتمر اتفاجئنا بيه، وكلنا كنا مبسوطين ومقتنعين بيه. المؤتمر جاي عمل حاله من النشوه والانبهار قدام الناس كلها، حتى المصريين نفسهم. دي حقيقه. وخليني اقول لك ان حتى حماس الرئيس السيسي، يعني لما انا بتفرج على الفيديو لما كانوا بيحكوا له عن العاصمه الجديده ان هي تخلص قد ايه، فقال له 10 سنين، قال له 10 سنين ده كتير. يعني ما بيضيعش وقت. يعني فاكر انت يعني حكايه قناه السويس لما قال له لا ده انا عايزها زي النهارده. نفس جميل. لا يعني فاهم، بقول لك اتمنى ان حماس الرئيس السيسي ده يعدي كل المصريين، يعدي. وان هو الحماس حلوه من دكتور استاذ نسا طبعا، انه يقول ان الحماس يعدي. جميل. لازم الناس تبقى ايجابيه. صدقني يوسف بتعدي الناس. انا دايما لما انت ايجابي هتعدي اللي حواليك وتخليهم زيك. فانا اتمنى ان المصريين يشاركوا الرئيس السيسي في الحماس وفي النشاط وفي حب البلد. متشكرين جدا دكتور عمرو حسن سفير التنميه العربيه، واحد المهتمين بقضايا المراه، واحد الاطباء والشباب. عايز اقول ان هو شاب مصري من الصميم، ومن الناس اللي بتشتغل من الصبح من الساعه 6 ليه بالليل الساعه 1، بكلمه الساعه 2 بلاقيه. وطبعا هو اشتغل وليه علاقه شخصيه بالمهندس ابراهيم محلب، يعني تقريبا واخد نفس الروح، اتعادى تقريبا من المهندس ابراهيم محلب. شكرا دكتور عمرو حسن. ميرسي، شكرا، نورتنا، الف شكر. شكرا.